باشرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذ مشروع إنشاء مخرج من قرية بوري إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان ضمن إجراءات الحزمة التحسينية الثانية لتخفيف الازدحام المروري عند التقاطعات الحيوية. يأتي هذا المشروع تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحام المروري وتحسين انسيابية الحركة المرورية في عدد من شوارع المملكة خصوصا في أوقات الذروة. هذا وتتضمن أعمال المشروع إنشاء مخرج من قرية بوري إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان موازيا للمدخل الذي تم افتتاحه مؤخرا، إضافة إلى المباشرة في وضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات الفنية لتلافي قطع الشارع مستقبلا، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار فضلا عن وضع العلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية وعمل الدهانات الأرضية اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة على الشارع الذي تقدر طاقته الاستيعابية بنحو 500 مركبة في الساعة، الأمر الذي سيسهم في تسهيل التنقل وتحقيق رغبات الأهالي لسهولة وصولهم للمنشآت التجارية والسكنية في المنطقة. تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد لتحسين الحركة المرورية، باشرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عمل مخرج لقرية بوري إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان ضمن إجراءات الحزمة التحسينية الثانية لتخفيف الازدحامات المرورية عند التقاطعات الحيوية. وتتضمن أعمال المشروع إنشاء مخرج لقرية بوري إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان وعمل قنوات أرضية للاستخدام المستقبلي وعمل شبكة لتصريف مياه الأمطار.